السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر محزن ووفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. خالص التعازي لأشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعازينا لشعب الإمارات ودولة الإمارات العربية المتحدة. والشيخ خليفة بن زايد توفي عن عمر 73 سنة، وهو الرئيس الثاني لدولة الإمارات، تولى الرئاسة عام 2004 خلفا لوالده الشيخ زايد رحمة الله عليه. ودولة الإمارات العربية المتحدة معروفة بمواقفها من جمهورية مصر العربية الدائمة بجوار الشعب المصري في جميع مراحله وجميع رؤسائه وحكامه، تقف جنب الشعب المصري يدا بيد. رحمة الله على الشيخ خليفة بن زايد عن عمر 73 سنة، وتوفاه الله اليوم الجمعة في يوم مبارك، غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جناته. وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة ومواليد إمارة العين الإماراتية الشيخ خليفة بن زايد، وتربى فيها وترعرع فيها، وخلف والده في رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2004، ومعروف بمواقفه ومواقف والده من القومية العربية ومن المواقف العربية العظمى في مصر كلها وفي الدول العربية مع جميع الدول. ننعي من جمهورية مصر العربية ومن مصر الحضارة وفاة الشيخ خالد بن زايد رحمة الله عليه، حاكم دولة الإمارات أو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وخالص تعازينا وبرقيات تعزاء من الرئاسة المصرية ومن الحكومة المصرية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأيضا تم تنكيس الأعلام لمدة 40 يوم على المؤسسات الحكومية، ووقف العمل بالمصالح والمؤسسات الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، نظرا لوفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد. نسأل الله العظيم أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتغمده برحمته. ووجب علينا خالص التعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة ولشعب الإمارات ولكل الدول العربية والأمة الإسلامية في وفاة أحد زعماء الدول العربية، غفر الله له ورحمه وتغمده برحمته الواسعة. خالص العزاء من قناة مصر الحضارة ومن جمهورية مصر العربية ومن محافظة الشرقية ومن مدينة العاشر من رمضان، خالص التعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونشكركم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.